ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف حفيظ زهري مستشار وزير الصحة أن المغرب رصد اليوم 55 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 225، منها 51% حالة إصابة وفدة و 49% حالة إصابة محلية. وأضاف الزهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدها قبل قليل من مساء اليوم خصصت لتقديم الحصيلة الوبائية أن عدد الوفيات 6 حالات، فيما تماثلت للشفاء 7 حالات. وتخص حالة الوفاة المسجلة اليوم مواطنا مغربيا من مدينة مكناس يبلغ من العمر 65 سنة، كان يعاني من أمراض مزمنة، يضيف المتحدث ذاته. وبخصوص حالة الشفاء المسجلة اليوم، كشف الزهري أنها تخص شخصا يبلغ من العمر 69 سنة من مدينة الدار البيضاء. وأضاف الزهري أن الشريحة العمرية الأكثر تضررا هي ما فوق 51 سنة بنسبة 32.6%، مشيرا أن الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات تسجل نسبة إصابة بلغت 1.1%. الحالة الوبائية للإصابة بكوفيد 19 للمغرب بالنسبة لنهار اليوم وصلت إلى 225 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، أي بزيادة 55 حالة من الأمس على الساعة 6 مساء إلى نهار اليوم على الساعة 6 مساء كذلك. وتبقى جهات الدار البيضاء بأعلى نسبة، تليها الرباط، سلا، القنيطرة، ثم فاس، مكناس، ثم مراكش أسفي، وطنجة، تطوان، الحسيمة، وسوس، مسا، ثم جهة الشرق، ثم جهة بني ملال، خنيفرة. وتبقى قلميم ودنون بحالة واحدة، وضرعة تفيلالت بحالة واحدة. بالنسبة للشريحة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بكوفيد 19 هي ما فوق 51 سنة بنسبة 32.6. سجلت اليوم حالة وفاة 6 لمواطن مغربي 65 سنة من مدينة مكناس، كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 6. كما سجلت حالة شفاء 7 لشخص يبلغ من العمر 69 سنة من مدينة الدار البيضاء. وبذلك تكون الحالات حسب وفدة 51%، فيما تبقى الحالات المحلية تعد 40%. أما الحالات حسب الوضعية الصحية فهي على الشكل التالي: 86% حالة مستقرة، 14% حالتها غير مستقرة. أما بالنسبة لعدد المخالطين الذين تمت مراقبتهم منذ بداية الإصابة بكوفيد 19 في المغرب أو بداية الحالة الاستعجالية في المغرب، بلغت 3109، منها 669 حالة أنهت فترة المراقبة، فيما لا زالت 2341 تحت المراقبة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.